صباحكم مشاهدي ومستمعي مسك الكرام، اهلا وسهلا فيكم ومرحبا طبعا بحلقه بدايه الاسبوع من الاستديوهات مسك باسطنبول، حلقه يوم الاثنين 10 مايو 28 رمضان، غنيه بالمعلومات والفوائد اللي بتهم ورح تهم كل الصائمين وكل مين عم يحضر ويستعد لعيد الفطر المبارك. طبعا اليوم كونه باقي علينا فقط يومين لاستقبال عيد الفطر، حبينا نخصص قسم من حلقتنا لليوم عن مقادير ووصفات صحية لتحضير حلويات وضيافة العيد. طبعا أيضا فيكن تعملوها بشكل مباشر وبسيط من خلال بالبيت. أكيد رح نستضيف ضيفة مميزة الأستاذة سارة الحواصلي وهي أخصائية تغذية، رح تكون مباشرة معنا، رح نستقبل نحن وياها اتصالاتكم واستفساراتكم، أي شيء حابين تسألوا أخصائية التغذية حول موضوع حلويات العيد. طبعا فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام 0350-234-16 أو حتى 17. سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم هو شو هي أشهر حلويات العيد أو ضيافة العيد يلي ناويين أو بتقدموها بشكل اعتيادي أثناء عيد الفطر ببلادكم أو حتى هون الموجودين بتركيا؟ طبعا نحن رح نتابع تقرير حول حلويات العيد مباشرة ونرجع لنبدأ حوارنا، خليكم معنا. في عالمنا الإسلامي يحتفل المسلمون في كل أصقاع الأرض بعيدي الفطر والأضحى، وبعد أداء الصلاة تبدأ مراسم العيد، فيسلم المصلون على بعضهم ويباركون لأنفسهم مجيء العيد، وتبدأ الزيارات العائلية للمباركة والتهنئة، وهناك استعدادات وتحضيرات كثيرة تسبق هذا اليوم، فمن أهمها التحضير للضيافة التي سوف تقدم للزوار والمهنئين، فلا يمكن الاحتفال بالعيد بدون الحلويات، لا سيما أنواعا معينة منها، وتشتهر كل دولة بنوع خاص من الحلويات. ففي العراق نجد الكليشة أو الكليجة أو الخفيفي، وهي حلوى محشوة بالتمر المنكه بماء الورد. وفي اليمن نرى السباية أو بنت الصحن، وهي عبارة عن حلوى تحضر من رقائق العجين المخلوطة بالسمن والعسل الطبيعي. أما في الجزائر فتشتهر بالدزيريات والمشوك والمخبز، وهي من الحلويات المخبوزة والمختلفة في الطعم والشكل أيضا. وتشتهر المغرب بكعب الغزال والبريوات. أما في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين فلا بد من المعمول المحضر من السميد أو الطحين المحشوي بالتمر أو الجوز أو الفستق الحلبي، وتسمى بالكحك في مصر، وهذا الاختلاف يعكس روح كل بلد ومذاقه الخاص. ومع تنوع هذه الأطباق إلا أنها تشترك بالطعم اللذيذ وصناعة لهجة العيد، وكثير من سيدات المنازل يفضلن صناعته في بيوتهن، إذ يجتمعن في طقس لطيف ويتناوبن على إعداد الأطباق وخبزها وشيها. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج معكم في رمضان. تابعنا بالتقرير أنواع الحلويات العيد المشهورة في دولنا العربية وبلداننا العربية والتسميات المختلفة ولربما أهم المكونات لهذه الحلويات. اليوم حلقتنا بالفعل مخصصة لنحكي عن حلويات العيد، الحلويات بشكل عام، حلويات العيد بين الماضي والحاضر، الأنواع الجديدة اللي دخلت على الحلويات، ما يسمى الحلويات الصحية أو البدائل الصحية لحتى نقدر ناكل حلو العيد بدون ما يكون في كميات كبيرة من السعرات الحرارية والتي لربما مضرة بالصحة وأيضا تزيد في الوزن. كل هاي المواضيع رح نحكيها مع أخصائية التغذية سارة الحواصلي. بدي رحب فيكي أستاذة سارة، أهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. سعد صباحك يا رب، واهلا وسهلا فيكم كل المشاهدين. اهلا وسهلا فيكي استاذه ساره. تابعنا بالتقرير موضوع عام حول اهم حلويات العيد، وصراحه وبالفعل هو سؤالنا التفاعلي اللي طرحناه نحن على منصات التواصل الاجتماعي لشبكه مسك، هو شو هي اشهر الحلويات يلي انت يعني متعود انه تساويها بالعيد او خلال فتره العيد وتقدموها للضيوف. وايضا سالنا سؤال ووضعنا
أنا عدة خيارات، إنه شو راح تعمل مخططك لحتى تجهز للعيد، لحلويات العيد. هل أنت حتشتريها من باعة الحلويات؟ هل حتقوم بتجهيزها في المنزل؟ أو حطينا خيار إنه لا راح أجهزها بالمنزل ولا حتى راح أشتريها نظراً لإجراءات الحظر. والفعل كانت الإجابات متباينة سارة، كانت يعني أغلب الناس راحوا للخيار الثاني وهو تحضيره وإعداده في المنزل. رح نجي نحن وياك لنحكي عن هذا الباب بشكل مكثف بمحورنا إن شاء الله خلال الحلقة، لكن بداية خلينا نعطي مقدمة عامة حول الحلويات بشكل عام وحلويات العيد بشكل خاص. هلا طبعا يعني بعد بالعيد، يعني بما انه بقيان له غير ايام قليله، فاغلب الناس هلا بلشت تحضر حلويات العيد، والاغلب انه عم يحضر الحلويات العيد بسبب الحظر، فانه مثل تسلايه يعني لهم لتمضيه الوقت، ولحتى يحسوا باجواء العيد، فبيحبوا انه هن يحضروها وهن يشتغلوا فيها. وهي حلويات العيد يعني من زمان بتتحضر، يعني من بالشكل من قديم، يعني من زمان القديم في بتتحضر الحلويات، مع اختلاف طبعا الاصناف من بلد لبلد مثل ما ذكر بالتقرير، بس يعني هي صارت من العادات والتقاليد الاساسيه انه تتحضر حلويات العيد. طبعا هو صار في اختلاف، يعني حلويات ايام زمان كثير هلا بتختلف عن حلويات هلا. يعني مثلا من ايام زمان السمنه اللي كانوا يستخدموها كانت سمنه طبيعيه 100%، كانت مصنوعه من حليب طبيعي، ما في هرمونات، ما في اضافات، ما في مثل اللي هلا بحطوها. يعني هلا الاغلب كثير ناس صارت هلا تستخدم مثلا سمنه نباتيه مهدرجه، هي السمنه اللي هلا كثير لها اضرار، يعني بترفع الكوليسترول بالجسم، بتزيد فرص انه يصير مع الواحد امراض بالقلب وهيك. فهي يعني كأنه عم تحكي سارة، معلش بدون ألقاب، كونه صار في تواصل بيناتنا أكثر من حلقة برمضان وقبل رمضان، كأنه عم تحكي سارة أنه حلويات أيام زمان نتيجة الاستخدامات الطبيعية الهاي اللي أصلا هي جاية من مواد طبيعية بعيدة عن المهدرج خلينا نقول الشغلات الهرمونية أو المضرة، يعني كانت حتى لو الواحد ممكن يكتر منها فما فيها، ما عليها الضرر مثل هلأ. طبعا كمان مو بس انه المواد طبيعيه، كمان كانت الحركه اكثر من هلا بكثير. يعني مثلا البيوت كانت اغلبها بيوت عربيه، يعني كلها بيوت كبيره فيها دراج طول الوقت عم يتحرك وطلعات ونزلات، حتى الشغل كان ما في السيارات مثل هلا، وكمان الشغل كان حركي اكثر، يعني مو مكتبي اغلب الوقت قاعدين على الانترنت او هيك. هلا اغلب الشغل صار اونلاين انه بالقعده وهيك، فما عدنا تحركنا، لهيك صار في امراض يعني هلا عم نسمع فيها كثير كانت من قبل كثير نادره. يعني مثلا كان نادر انه شخص بال40 يكون معه سكر او يكون معه كوليسترول عالي وهيك، هلا صارت كثير عاديه بسبب نمط حياتنا وبسبب اكلنا اللي صار اغلبه ما له طبيعي. تماما تماما. طيب ساره، كنت عم تحكي عن الحلويات يلي هي دخلت عليها المواد المهدرجه، نتعمق فيها اكثر. اصلا شو يعني مواد مهدرجه؟ يعني لربما هي فقط بتندرج ضمن الزيوت او الدهون، السمن المطبوخ، ولا لا في كمان تصنيف اخر لما يسمى المواد المهدرجه؟ هلا هنن الزيوت المهدرجه بشكل عام هنن عملوا يعني السمنه النباتيه، اذا بدنا نفصل انه هي بالاصل شو هي الزيوت النباتيه، اخذوها بعمليه الهدرجه حولوها من سائل لصلب. فهي عمليه، خلال هي عمليه الهدرجه هدول الزيوت النباتيه بتتعرض لدرجه حراره كثير عاليه بتخلي عنا يتشكل شيء اسمه الدهون المتحوله. هي الدهون المتحوله هي المضره لصحتنا. يعني خلال هي عملية صنعها لهي السمنة النباتية المهدرجة انه بيرفعوا لدرجة حرارة كثير عالية وبيصير في ضغط كثير عالي لحتى يحولوها من سائل لصلب مثل ما قلنا، فبتشكل هدول المواد اللي ما لها صحية واللي مضرة لصحتنا واللي بتخلي انه يصير في عندنا مشاكل للاستخدام الكثير. فهي لازم نحن نحاول قدر الامكان نقلل منها ونستبدلها بالسمن النباتي الطبيعي، او مثلا بالحلويات مثلا بسمن النباتي الطبيعي، او بالاكل بزيت الزيتون نستخدم البديل اللي زيت الزيتون اللي فعلا نحن اخذينه من مكان ثقه، يعني ما له مخشوش وما له مضاف له شيء ثاني. جميل هذا يعني التوضيح سارة. طيب إذا ما نحكي نبلش بقى عن موضوع الكميات اللي بيقدر فيها كل شخص يتناولها
من الحلويات من ضيافة العيد خلال العيد؟ يعني هلأ لربما مفهوم السعرات الحرارية أصبح دارج لدى كثير من أخصائي التغذية ومن هذا الباب النظام الغذائي والنظام الصحي، مفهوم ربما الكميات اللي متاح نحن لنا كأشخاص عاديين غير مصابين، نحن حنحكي غير نرجع نحكي للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، الأشخاص العاديين قديش ممكن يقدروا يتناولوا كميات من الحلويات العيد؟ نحكي بالأرقام بالأعداد ربما بشكل توضيحي وبسيط. هلا بالنسبة لحلويات العيد، يعني الجسم بعد ما صلوا صايم 30 يوم وتعود على الصيام، ونحن أخذنا فوائد الصيام، يعني تماماً. الجسم نقى حاله من السموم، جددت الخلايا، صارت عندنا الطاقة أعلى، فهي الفوائد لحتى نحن نحافظ عليها لأطول فترة ممكنة لازم ما دغري ناكل كميات كبيرة بالعيد من الحلويات ومن الدسم، دغري نفوت على الجسم بهي الكميات، لأنه أصلاً الجسم متعود على وقت طويل من ساعات الصيام. فلازم نحاول بالتدريج شوي شوي، ما دغري لحتى ما يصير في عنا مشاكل وتلبكات بالمعدة وهيك، فلازم يكون هاي الشيء تدريجي. والشغلة بحلويات العيد لحتى نحن نضل محافظين على فوائد الصيام لأطول فترة ممكنة، هي حلويات العيد المشكلة فيها أنه هي فيها سمنة كتير، كمية سمنة كتير عالية وسكر كتير، وكمان قطر، في بعض الحلويات بيحطوا لها قطر، فهي الاستهلاك العالي إلها رح يخلي عنا يزيد مشكلة السمنة، يزيد فرصة أنه يصير معنا لبعدين ارتفاع بالكوليسترول ومشاكل ثانية، فلازم ما نكتر منها، يعني مثلا قطعة أو قطعتين باليوم، لأنه هي القطعة الواحدة أحيانا بيكون فيها 200 سعرة حرارية وأحيانا أكثر. أيوة. على حسب كمية السمنة المستخدمة أو كمية السكر المضافة، فاذا بالقطعه الواحده في عندنا قريب ال 200 ل 300 كالوري، اذا اكلنا نحن كميه اكبر من هيك، يعني اكبر من قطعتين، يعني بنكون كثير تجاوزنا بالسعرات الحراريه، ومو بس سعرات حراريه، نحن مو بس مشكلتنا سعرات حراريه، كمان بنكون الدهون اخذنا دهون كثير، كميه كبيره من الدهون المشبعه، هي اللي كمان كثير بتاثر على جسمنا وعلى صحتنا. فلهيك نحن لازم نحاول هدول، مو انه حرمان او منع بشكل تام، خصوصا انه هلا فتره اعياد، فممكن نحن ناكل منهم بس بكميات قليله، يعني مثل ما قلت انه قطعتين لثلاث قطع باليوم بتكون كافيه، واذا لسه حاسين انه نحن بدنا اكثر او لسه بدنا سكر اكثر، فممكن ناكل البدائل الصحيه يلي هلا رح نحكي عنها. طبعا مثل ما قلنا ساره، نحن رح نتعمق اكثر بموضوع الحلويات الصحيه، البدائل الصحيه اللي رح نسرد لها فقرات ووقت أطول، لكن رح نطلع هلأ نحن وياك فاصل إعلاني، أول فاصل إعلاني، وبنرجع أكيد لنكمل معك متابعينا فاصل إعلاني قصير، وبنرجع مباشرة لنكمل حوارنا، خليكم معنا. أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا، والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب، هلا أحضرت الملح؟ جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم.
لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراكل. بادروا بالاتصال 0542918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. عودة عن جديد متابعينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة معكم في رمضان. حلقتنا اليوم مليانة معلومات وغنية كتير بالفوائد والأفكار المهمة يلي بتهم كل الصائمين وكل مين عم يحضر لحلويات العيد. بدي أجي أرحب بالأستاذة سارة الحواصلي، أهلا وسهلا فيك عن جديد ويسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بالجميع. أستاذة سارة عم تسمعيني؟ الصوت واضح. تمام، أهلا وسهلا فيكي. بس حابة أن أذكر متابعينا وكل مين عم يشوفنا ويسمعنا أنه بإمكانكم مباشرة تشاركونا وبآرائكم أو حتى اتصالاتكم عبر الأرقام 0350-234-16 أو حتى 17. سؤالنا التفاعلي هو ما هي أشهر الحلويات اللي بتحضروها وبتقدموها خلال عيد الفطر هذا العام في ظل الحظر، في ظل الظروف والإجراءات ربما الاحترازية اللي مضت علينا السنة الماضية وما زلنا نحن عم نعيشها هي نفسها. سؤالنا التفاعلي مثل ما خبرتكم يا نحن طبعا بانتظار تعليقاتكم حتى على الفيسبوك، سواء كان منصاتنا في الفيسبوك أو اليوتيوب. بإمكانكم كمان تكتبوا رأيكم بسؤالنا التفاعلي وتشاركونا فيه. نحن مستمرين معك سارة، رح نكمل بحوارنا والموضوع اللي كنا عم نحكي فيه أصلا. حلويات العيد مليئة بالزيوت المهدرجة، السمن، أيضا أهم ما يكون فيها هي السكريات. السكريات عم تكون فيها كمية كبيرة، يعني كتار من الأشخاص بيستخدموا كميات كبيرة من السكر ليحلوا أصلا هي اسمها حلويات العيد. نصيحتك للأشخاص اللي بيكتروا السكر بشكل عام، ونصيحتك أيضا للأشخاص اللي عم يأكلوا حلويات العيد ومعهم أصلا هنن مصابين بمرضى السكري. تمام. هلا بالنسبه للاشخاص اللي هن ما معهم مرض السكري، خلينا نبلش فيهم. هدول الاشخاص اللي هن طبيعيين بس هن بحبوا السكر كثير وبحبوا الحلويات فبياكلوا كميات كبيره منه.
هلا هن الشيء الاحسن لهم انه هن يبدلوا، يعني بدال مثلا ما ياكلوا معمول قرصين معمول مثلا او حلويات العيد بكميات كبيره، ياكلوا نصها والنص الثاني يكون من الحلويات الصحيه. يعني مثلا من انواع الحلويات الصحيه اللي هن ممكن يعملوها، ممكن يعني هو المواد المعمول الاساسيه يعني التمر والفستق، هو ما فيهم شيء، يعني هن صحيين التمر والفستق، مو المشكله فيهم، المشكله بالاضافات اللي بتنضاف عليهم هي اللي بتخليهم يكونوا مالهم صحيين. فنحن ممكن ناخذ هذا التمر والفستق ونعمل فيهم حلويات صحيه او نعمل فيهم بدائل صحيه. ممكن التمره نقيم من البذره ونحشيها اي نوع مكسرات نحن بنحبه، ممكن لوز، ممكن فستق، ممكن جوز، اي شيء كل شخص على حسب شو بفضل. ونلكا بشوكولا مره، او يعني الشوكولا مره يفضل انها تكون شوكولا مره لحتى تكون صحيه اكثر. هدول ساره في هي وصفه معينه ممكن يعني كبديل عن الحلويات اللي فيها سكر وزيوت، ولا عم تقصدي انه هي بشكل عام ممكن احنا نستعيد كل شيء سكريات بهدول المكونات؟ هي تكون بديله، يعني مثلا تكون جنبها لهي الاكله، يعني مثلا أيوة. بدل ما ياكل اربع معمولات مثلا ياكل تنتين من هي وتنتين من هي التمر المحشي بالمكسره. جميل. طيب اذا بدنا نحكي بقى اصلا عن مريض السكري، شو لازم يبدل هي الحلويات؟ انا بنسمع في شيء اسمه ستيفيا، في يمكن ربما هي نوع من انواع السكر بتكون مخففه، او حلويات صناعيه شو اسمها الطبي الدقيق نحكي عنها، هي اكثر ممكن يصعدوها او يعني تحاول ربه المنزل يلي عندها مريض سكري تطبخ له او تعد حلو العيد بهدول المكونات، وارد هذا الشيء؟ هلا بالنسبة لمريض السكر فهو بيختلف على حسب، يعني في حالات بتختلف، يعني مثلا في أشخاص بياخذوا أنسولين، في أشخاص بياخذوا علاج بدون أنسولين يعني دواء الحل، في أشخاص ممكن الدكتور يقول إنه ما في داعي للدواء، إنه بس اتباع نظام غذائي صحي كافي لحتى يكون مستوى السكر منيح. بس بشكل عام لازم يبتعدوا عن السكر العادي والسكر البني، العسل، الدبس، دبس التمر، دبس العنب، الفواكه المجففة، الطحين الأبيض، المعجنات، هذول كلهم بيرفعوا لهم سكرهم بشكل كثير عالي. أيوة. فلازم هذول يبتعدوا عنهم بشكل تام. بس مثلا اذا كان مريض السكر سكره منتظم، يعني ما في ارتفاعات وهبوطات بشكل دائم، يعني عم يمشي بشكل منتظم، طبعا هذا انه بيكون عم يمشي بشكل منتظم لما يكون عم ياكل اكل صحي، لما يكون في خضار دائما، لما يكون في حركه عاليه، فبيضل سكره منتظم مع الدواء طبعا. فممكن اذا اشتهى انه ياكل قطعه حلو صغيره، بس هي قطعة الحلو الصغيرة لها شروط، يعني لازم ما ياكلها لحالها، انه يحملها وياكلها هيك لحالها، لازم يكون معها نوع من انواع البروتين، يعني أيوة. قبل ما ياكلها ياكل مثلا حليب لبن، معلقتين لبن مثلا، او كاسة عيران مثلا. شو السبب سارة؟ السبب لانه البروتين لما نحن ناخده مع سكريات، او مثلا بروتين ودهون صحيه ناخذها مع سكريات، فهضمها رح يطول اكثر. لما ناخذ السكريات لحالها هي سكريات بسيطه، يعني اكله الحلو قطعه الحلو لما ناكلها لحالها سكريات بسيطه، دغري بتدوب يعني دغري بتنهضم بالمعده ودغري بترفع سكر الدم بسرعه عاليه. أيوة. اما لما تكون مع بروتين او مع دهون صحيه مثل المكسرات فرح هضمها حيطول بالمعده لمده اطول، وبالتالي رح ترفع سكر الدم شوي شوي. بشكل منطقي تماما. وهذا الشيء اللي نحن بدنا اياه بمرضى السكر، انه يكون ارتفاع السكر عندهم شوي شوي وينزل شوي شوي، اما لما بيرتفع بسرعه عاليه كثير وبينزل بسرعه عاليه كثير فهون نحن بنخاف يصير في عندهم مضاعفات لا سمح الله. احيانا ممكن ارتفاع السكر العالي يعمل مضاعفات ثانيه، او الهبوط العالي بالسكر يعني يفوت المريض بغيبوبه سكريه او بشغلات ثانيه. فحاله الانتظام انه يرتفع شوي شوي وينزل شوي شوي هي هدفنا بمرضى السكر. أيوة. ممكن انه هن هيك يعملوا. ايوه يعني انت ذكرتي البروتين والمكسرات لحد الان، ما هيك ان ما خاب ظني؟ تمام. وفي انواع ثانيه ممكن يمرقوها كمان مع الحلو؟
هلا اذا مثلا حابين انه يكون يعني هي انا قلت انه البروتين دائما هذا متواجد اللبن يعني او أيوة الكفير مثلا انه يكون كفير ممكن يلي بيحبوا يشربوه خصوصا الموجودين بتركيا كثير مفيد الكفير وكثير للبكتيريا بالامعاء المفيده بكثير منيحه له فممكن هيك يعملوا او ممكن يستخدموا المحليات الصناعيه او السكر ستيفيا اللي حكينا عنه. هلا خلينا نحكي باختصار انه شو هي المحليات الصناعيه. يا ريت. هي انه بتعطي طعمه السكر مواد كيميائيه بتعطي طعمه السكر بس ما فيها كالوري ابدا يعني هي ما فيها سعرات حراريه خاليه من السعرات الحراريه. جميل. فهي ما بترفع الانسولين بالجسم وما بالتالي ما بترفع السكر بالجسم. يعني تحسيها مثل كانه وهميه يعني سكر بس وهمي. ايه تماما هيك يعني بتعطي طعمه السكر وحلاوه السكر بس بدون ما تعطي الكالوري اللي بيعطيها السكر. ايوه بس هون المشكله انه لحد هلا الدراسات ما اثبتت انه هي استخدامها امن 100% يعني في دراسات قالت انه ممكن هي المحليات الصناعيه وسكر ستيفيا على الاستخدام الطويل يقلل من البكتيريا المفيده بالامعاء يعمل انتفاخات بالامعاء وبالمعده ياثر على هرمون الشبع بالدماغ ممكن في دراسات قالت انه بعض هدول انواع المحليات الصناعيه على الاستخدام الطويل ممكن تؤدي للسرطان. في بعض الدراسات الثانية قالت إنه لا ما لها أي تأثير جانبي نفت هاي الشيء. فلحد هلأ ما في دراسة مؤكدة إنه هن آمنين 100% واستخدامهم صحي 100% حتى للأشخاص اللي هن ما معهم مرض سكر أحيانا بتلاقيهم إنه هن عم يستخدموهم لحتى يقولوا لك إنه بدال السكر بقطع السكر وبستخدم بداله سكر ستيفيا أو هيك. في دراسات قالت انه هدول الاشخاص اللي هن لتخفيف الوزن بيستخدموا سكر ستيفيا او سكريات او محليات صناعيه ثانيه قالت انه هن عم يصير عندهم نتائج عكسيه يعني بدال ما عم ينحفوا لقوا انه هن عم يكسبوا وزن. اوف لهالدرجه يعني لهالدرجه لسه الموضوع ما له مستقر بموضوع المحليات الصناعيه لهالدرجة في يعني ما له كتير واضح الموضوع لأنه لما يعني سألوا عن السبب إنه طب ليش عم يكسبوا وزن لازم يصير العكس تماما لقوا إنه لما الشخص مثلا إنه أنا هذا الكيك عاملته مثلا من سكر ستيفيا أو محليات صناعية فصاروا عم يأكلوا كميات أكبر يعني مثلا بدل ما يأكلوا قطعة صاروا عم يأكلوا قطعتين او ثلاثه بيقولوا لك انه اصلا ما في شيء ما في سكر ما في حريره بس هم عم ينسوا انه مثلا في طحين في زيت بالضبط. في زيت في زيت هذا كله في كالوري يعني اذا انا اكلت منه حيضرني او مثلا الشوكولا بتلاقي انه شوكولا مصنوعه محطوط لها سكر ستيفيا بيقولوا لك انه هي ما فيها سكر بس فيها دهون مشبعه فيها شغلات ثانيه مضره للجسم يعني اذا انا اكلت منها بكميات مبالغه فيها حتضرني فلهالسبب الأشخاص اللي ما عندهم مرض سكر لا ينصح باستخدامه يعني لا ينصح باستخدام المحليات الصناعية يستبدلوها بالسكر الطبيعي سكر الفواكه التمر العسل جميل هي. أما طيب بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهم مرض سكر نعم يستخدموها بس باعتدال يعني مثلا هي وضحت الفكره بشكل كامل ساره لهذا الموضوع نحن رح نكمل معك اكيد مستمرين لكن رح نطلع على فاصل دقه الساعه متابعينا فاصل دقه الساعه وبنرجع مباشره لنكمل حوارنا خليكم معنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من ثلاثة عقود ونحن نكبر معكم يوما بعد يوم واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربيا وعالميا لتكون حلويات السلطان اسما يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. you
أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا. والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب، هلا أحضرت الملح؟ جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. أبتا حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل. أخرج زكاتك مع إيهاها. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار، دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بالقسم الثاني من حلقتنا معكم في رمضان، مستمر معكم أكيد. وبدي أجي أرحب بالأستاذة سارة الحواصلي أخصائية التغذية. أهلا وسهلا فيك عن جديد سارة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكي. بس بدي أذكر كل مين عم يسمعنا ويشوفنا أنه بإمكانكم طبعا تتواصلوا معنا على الأرقام 0350-2-34-16 أو حتى 17 لحتى تسألوا سارة أي سؤال له علاقة بالنظام الغذائي وحتى حلويات العيد، وأيضا تجاوبونا على سؤال التفاعل لحلقة اليوم واللي هو شو هي أشهر الحلويات اللي بتحضروها وتعودتوا تقدموها خلال فترة أو خلال أيام عيد الفطر المبارك. بدي بس لخص سارة اللي حكيناه بالجزء الأول من حوارنا اللي هو حلويات العيد بين الماضي والحاضر، أهمية الحلويات الصحية، وأيضا الحلويات يلي وطرق استخدام الحلو لمرضى السكري بشكل خاص، كيف فيهم يأكلوا حلويات صحية. هلأ نحن رح نركز أكثر بهذا المحور حول وصفات ومقادير، ربما مكونات ملموسة لست البيت، ربة المنزل، أو حتى أي حدا عم يسمعنا بيقدر يجهز حلو صحي وبنفس الوقت بطرق بسيطة ومعدات وأدوات بسيطة.
حسب ما حكينا أنا وياك مبارح ذكرتي لي أنه في عندي 3-4 وصفات ممكن نذكرهم بإمكانه أي شخص يقدر يحضره من الآن لعيد الفطر وبأيام العيد ليكون كنوع من أنواع الحلو الصحي. حسب ما بذكر كان نوع أو كانت اسم الحلو التمر المحشو بالمكسرات، مزبوط هذا الكلام؟ نبلش فيها هاي الوصفة أول شيء سارة، شو رأيك؟ تمام. هلأ التمر المحشو بالمكسرات مما قلنا عليها قبل شوي إنه التمرة العادية هي كتير سهلة، يعني حتى الأطفال ممكن يشتركوا فيها. إنه بس منقيم البذرة من التمر ومنحشيها أي نوع مكسرات نحن منحبه، لوز، فستو، أي نوع متواجد عنا يعني، ومنغطسها بشوكولا مرة. نحاول نختار شوكولا نسبة الكاكاو فيها 60% أو 80% لحتى نحصل على الفوائد، وبعدين منرش عليها شوية جوز هند أو أي مكسرات مبشورة نحن منحبها للزينة يعني، وبعدها منحطها شوي بالبراد لحتى تبرد، ونحطها بقوالب بأوراق الكبكيك الملونة، وكتير حلوة للتقديم للضيافة يعني شكلها كتير حلو، وحتى يعني كتير محلات حلو بتعملها يعني للضيافة، فممكن نقدمها كمان للضيوف إنه نعرض لهم نوع صحي، يعني نحط لهم مثلا معمولتين وكمالتهم بيكون التانيين مثلا حلو هذا التمر المحشو، فهيك بيكونوا أكلوا هذا المعمول العيد أو حلويات العيد، وبنفس الوقت أخذوا الجانب الصحي من هذا التمر المحشي بالمكسرات، فممكن هاي فكرة يطبقوها. وصفة بسيطة بالفعل. سارة نحن بنعرف كلياتنا إذا بدنا نرجع شوي الوصفات الحلوة أصلاً التقليدية أو الأنواع الحلوة التقليدية اللي هن ببلدنا سوريا كانت أغلبيتها المعمول من العجينة والمحشية سواء فستق، جوز، لوز، أنواع أخرى من المكسرات، وممكن أيضاً التمر. وفي بعض الدول بيركزوا أكثر على التمر، في بعض الدول لا بيكون عبارة عن قطعة من العجينة المخبوزة وفيها يانسون وربما أنواع من أنواع أخرى من البهارات أو حتى المنكهات. هون نحن عم نركز كأنه أكثر على التمر لأنه هو يعني كأنه هو بحد ذاته نوع من أنواع الحلو، فقط نحن بنعمل شوي من أنواع الزينة هالمرة مثل ما قلتي بوصفة المكسرات، ما هيك؟ ايه تماما، لانه التمر هو اصلا حلو ما في داعي نحن نضيف له شيء ثاني ونحليه بشيء ثاني، فيعني نحن بنكتفي بحلاوه التمر وبنضيف عليها شغلات، يعني ممكن نضيف شوفان، ممكن نضيف مثل ما قلنا هدول مكسرات، ونعمل من التمر او من الفواكه المجففه، يعني انا عم بقول التمر لانه اغلب هلا المتواجد عند الناس التمر، بس ممكن يستبدلوه بزبيب مثلا، ممكن يستبدلوه بتين مجفف، مشمش مجفف، اي فواكه مجففه طعمتها حلوه هن بيحبوها ممكن يستخدموها مو يعني بهدول الوصفات، مو حصرا التمر يعني. ايوه. طيب ساره، الموضوع الشوكولاي اللي كنت عم تحكي عنه، الشوكولا انه لازم تكون نسبتها ب 60 أو 80%، في بعض الاشخاص بيشتروا الباكيت هذا الشوكولا الجاهز الموجود مكتوب عليه بشكل صريح بيكون نسبه الكاكاو فيه، لكن في اشخاص بحبوا يعدوها بالمنزل، نحن ممكن نساعدهم بانه اعداد الشوكولا بكاكاو مرتفع، شو لازم يعملوا لحتى تكون يعرفوا انه هون نسبه الكاكاو صارت مرتفعه بالشوكولا؟ أول شيء لازم يختاروا نوع الكاكاو يكون جودته عالية، يعني في أنواع كاكاو بتكون مضاف لسكر، في أنواع كاكاو بتكون لونها أفتح من غيرها، هي الكاكاو اللي بيكون لونها أفتح من غيرها معناتها نسبة الكاكاو اللي فيها قليلة، أو أيوة. جودة الكاكاو الموجودة مو كتير جودة عالية أو يعني مو كتير صحية، فلازم يختاروا بالأول يعني أهم مكون إنه نوع كاكاو يكون فعلا منيح لحتى يقدروا يستخدموه، ويكون غامق لحتى يحطوه، وطبعا غير محلى يعني هي شرط أساسي، وهن بالبيت بيضيفوا السكر على كيفهم ويحاولوا يكون السكر كميته قليلة لحتى يضل ظاهرة طعمة الكاكاو المر، يعني يضل في طعمة ظاهرة بهي الكاكاو لحتى ياخذوا فائدته وتكون نسبة السكر أقل، فممكن هيك يعملوا، بس مثل ما قلنا أهم شيء يركزوا على نوع الكاكاو. جميل. طيب سارة، نحن كمان يعني هدفنا بهي الحلقة أنه نقول للعالم ما نحرم حالنا من الحلويات، يعني أكيد لازم نستمتع بهي سبحان الله البهجة اللي بتجي دائما بعد صيام 30 يوم وفرحة العيد وفرحة أكل الحلويات أصلا بالعيد، فنحن لهيك عم نخصص هون بهي الحلقة أنه أنواع ووصفات ومقادير بسيطة ومكونات بتقدروا تساوها خلال داخل المنزل. حكينا هي عن كرات التمر، ربما التمر المحشو بالمكسرات، في ذكرتي تمر ربما يكون بالشوفان، أصلا شو هو هذا الشوفان؟ كيف فينا نجيبه وكيف فينا نعمل تمر بالشوفان؟
هلا الشوفان هو يعني مادة يعني نشويات، يعتبر منه مثل البديل عن الطحين، بس ما بيرفع سكر الدم مثل ما بيرفعه الطحين الأبيض العادي. ايوه فهو الشوفان يعتبر بديل صحي عن الطحين، يعني نحن بدال ما نستخدم الطحين بنستخدم هذا الشوفان، وطعمته طيبة، ما له طعمة بتضايق يعني بتضايق الواحد، بتحسسه انه بالمرار او بشيء، لانه بعض الانواع هيك بتجي. فلا الشوفان هيك بيجي، وحتى مو بس للحلويات، يعني احنا فينا نستخدمه بالاكل، يعني مثلا ممكن نعمل شوربه بالشوفان، ممكن نعمل فطور بالشوفان، يعني نخلطه مع حليب ونحط عليه فواكه وناكله كفطور. فله كثير خيارات الشوفان انه ينعمل، ومن ضمنها الحلويات، يعني ممكن برافو. احنا نستخدمه بالحلويات. حلو. فمثلا هي الوصفه اللي حكينا عنها انه تمر، كرات التمر بالشوفان، منجيب كمان كتير وصفة بسيطة، منجيب 5 أو 6 تمرات ومننقعهم بمي سخنة لحتى يطروا شوي، وبعدها بنطحنهم لحتى يصيروا عنا مثل كريم يعني، وبعدها منضيف عليهم كاسة شوفان محمصة، بس بنحطهم على مقلاية على نار وسط ومنحمصهم شوي لحتى يكسبوا لون، حتى يصيروا أطرب الأكل، لأنه هاي ما فيها فرن أبدا. برافو. فبعدها بنحط عليهم شوية زبيب أو أي نوع تاني، أو أي نوع فواكه مجففة الأشخاص بيحبوها، وبنخلطهم سوا. وأنا بحب ضيف لها اللوز أو أي نوع مكسرات لحتى ضيف لها قيمة حلوة. هاي غذائية الوصفة وزيت غذائية سارة طبعا. رائعة، أكيد نحن مستمرين معك سارة، لكن رح نطلع لفاصل إعلاني أخير، فاصل إعلاني متابعينا أخير، وبنرجع لنكمل حوارنا، خليكم معنا. أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا، والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب هلا أحضرت الملح؟ جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0542918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات،
تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. رمضان يحمل الأمل. أخرج زكاتك مع إيهاها. لكم عن جديد متابعينا بفقرتنا الأخيرة من برنامج معكم في رمضان. محورنا عم يركز عن الوصفات الصحية اللي ممكن أي أسرة مع أطفالها مع أولادها يعدوا يحضروها بالمنزل بطرق سهلة وبسيطة للغاية. بدي أرجع رحب فيك سارة، أهلا وسهلا فيك عن جديد. سارة، في عنا آخر وصفة هي الكوكيز بالشوفان أو الكوكيز الشوفان حسب ما ذكرنا مبارح. كوكيز الشوفان شو المقصود فيه؟ وعنا شوفان هون كأنه هو أساسي كمان بهي الوصفة، نحكي عنه أكثر. أي تمام، مثل هي الشوفان مثل ما قلنا الأساسي، وأنا جبت هذا هي اللي ما بيعرفوا شو هو الشوفان أو ما بيعرفوه بتركيا، فهذا هو الرقائق بيجي، فنحن أيوة. فينا نطحنه لحتى يصير مثل بودرة يعني مثل طحين، فهو بيجي رقائق ما بيجي مطحون، نحن فينا نطحنه. أيوة، وهذا متوفر يعني بكل المحلات. نحن بنطحنه ونحن بنتحكم بقديش يعني نعومته، يعني هو الأفضل إنه ما يكون ناعم كتير كتير مثل الطحين، يضل في شوي يعني انه الرقائق تضل شوي مبينه، يعني هيك الافضل. أيوة. واسمه يولاف. ايوه بالتركي. الله يجزيك الخير، منيح كمان هذا التوضيح، مهم للي عم يسمعنا وحابب يجرب عن جد الشوفان. متواجد يعني باغلب الماركات بالبيم وغيرهم، يعني اغلبهم متواجد وبيلاقوه، يعني فممكن هي يجيبوه. سعره كيف؟ كمان مناسب ولا في مرتفع وكيف بيكون؟ لا سعره مناسب وهو حجمه كبير، يعني هذا 500 جرام، نحن ما بنستخدم كاسه او هيك يعني، فبيضل وقت طويل يعني. ممتاز ممتاز. طيب نرجع للكوكيز بالشوفان او كوكيز الشوفان، شو المقصود فيها وكيف ممكن نحضرها؟ هاي الكوكيز يعني المادة الأساسية فيها هي الشوفان، والحاطين فيها موز، هاي دخلنا لها موز مثلا، هاي خصوصي للأطفال يلي ما كتير بيرغبوا ياكلوا، يعني اللي بيحبوا الكوكيز الجاهزة، فإنه نبدل لهم إياها بكوكيز صحية، بنستخدم لها موز ونستخدم لهم الفواكه اللي ممكن هن بالأحوال العادية ما كتير بياكلوها، فندخلها بهاي الوصفة. وداخل فيها كمان زبيب، او مثلا ممكن نحط تمر، او مثلا ممكن ندخلها كمان الشوكولا الغامقه، هيك بتجي حبيبات صغيره كمان ممكن نحطها، وفيها حليب، كاسه حليب، فهدول كاسه شوفان وكاسه حليب والتمر او الزبيب على حسب نحن ما بنحب، وموزه، كلهم هدول بنخلطهم سوا وبنشكلهم على شكل كوكيز، وحتى الأطفال ممكن يشاركوا بهي المرحلة ويشكلوا. هو هون جمالية الموضوع تماما، يعني هي هلأ فرصة كونه حجر والعائلات أغلبيتها يعني الأمهات والآباء بالبيت، فالفرصة أنه يشاركوا أطفالهم بهي إنتاج وإعداد هي الحلوى.
ممكن هن يشاركوا الأطفال كمان، لما يشارك الطفل بيفرح يعني، وبحس إنه هو عمل إنجاز وهيك، وبصير بيرغب يأكله أكثر. فممكن بالضبط. إنه نحن لحتى يعني نخليه يرغب أكثر بالأكل الصحي إنه نعمل له هي الشغلات، وخصوصي إنه الأطفال بالأعياد بياكلوا كمية كتير عالية من السكاكر والحلويات وهيك، فممكن نخفف لهم كمية السكر اللي بياكلوها ونستبدل لهم إياها بهدول الحلويات الصحية يعني اللي هن اللي هلا عم نحكي طيب عليها. انتقلنا هلا نحن بعد ما عجناها وعملناها على شكل كوكيز او قطعه بسكوت، اذا فينا نحكي نوضح اكثر ما هيك، دائريه. دائريه. وبعدين نحطها بالفرن. بنحطها بالفرن لمده 20 دقيقه بس لحتى يحمر وشها شوي، لانه هي كل المكونات يعني مستويه عندنا، بس لحتى يحمر وشها شوي. وفينا مثلا للاطفال ممكن يغطسوها بحليب وياكلوها، ممكن هيك الاطفال اللي ما كتير بتحب الحليب بهي الطريقه بتحبه اكثر يعني، انه نلكه بالبسكوته وناكله، فممكن يعني هيك ياكلوها بطريقه محببه لهم اكثر. او ممكن مثلا نحط لهم اياها بعلب العيد اللي بيعملوها للاطفال اللي بيكون فيها سكاكر وهيك، تماما، فانه نقلل من السكاكر ونحط لهم هدول الكوكيزات، فكمان كثير الاطفال يعني بيحبوها وبيرغبوها. فيعني هيك اذا نحن من بهالعمر بلشنا نزرع بالاطفال العادات الصحيه ونعطيهم ونربيهم ونعودهم على هي الشغلات، فلما يكبروا حيكسبوها يعني، وحتضل معهم لوقت طول عمرهم يعني. بالضبط. ساره، موقع يعني العسل من هدول الحلويات، هل هو ممكن يكون باي نوع من انواع الحلويات نستبدله، او ممكن ندخله ضمن هاي الحلويات؟ هلا العسل ممكن نحن ندخله طبعا، بس انا ما بحب دخله بالوصفات يلي مثلا فيها فرن او فيها حراره، مثل هي وصفه الكوكيز هي اخر شيء، لانه العسل لما يتعرض لحراره عاليه كثير فبصير مضر يعني، ما عاد كثير مفيد للصحه لما نحن نعرضه لحراره كثير، بيتغير تركيبه الكيميائي. تمام سارة، لحتى ممتاز، وضحت فكرتك. اكيد انا بدي اتشكرك صراحه، سرقنا الوقت ومضى بسرعه، وخاصه عن الاكلات بيمضى الوقت بتحسيه بسرعه. انا بدي اتشكرك ساره الحواصي اخصائيه التغذيه، كنتي معنا، بدي اتشكرك على كل هالوصفات الطيبه وهالمعلومات الصحيه، شكرا جزيلا لك، وكل عام وانت بالف خير. العفو، اهلا وسهلا، وكل عام وجميع المشاهدين وجميع الامه الاسلاميه بالف خير. امين يا رب. شكرا لك. متابعينا، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها بهالمعلومات وهالوصفات البسيطه. لاقونا ان شاء الله بكره بحلقه جديده، كنت معكم انا هلا الملاح، تبوا بالف خير، الى اللقاء. والأمل بيرسم خطوتنا وحياتنا.